رشوة إلى مساحة جديدة من مساحات صباحنا، غير وبالتزامن مع الذكرى 30 لانطلاق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. هي الحملة العالمية اللي عم تكون تجري مؤسسة موجة التنموية، حملة إعلامية بعنوان نجاة وتستمر. هي الحملة اللي انطلقت من 25 شهر تشرين الثاني وتستمر حتى 10 كانون الأول، وهي الحملة تدعو للتوعية ومناهضة العنف ضد المرأة. لنحكي أكثر عن هي الحملة والجهود يلي عم تهدف إلى توحيد كافة الجهود لحماية المرأة وتوعيتها بحقوقها. أكيد بيسعدنا نرحب بالآنسة رجوة طيفور من مؤسسة موجة ذات صباحك، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا رجوة، كيفك اليوم؟ تمام. هلا اليوم الشباب ما عاجبهم الموضوع الفقرة، انه هنن بحاجة هنن للحملة قال اليوم، فشو رأيك؟ منيح هيك؟ هي مشان ما تقولوا ما لنا معكم ابدا يعني. بداية خلينا نحكي عن نشاطات مؤسسة موج. طبعا هي كان لها نشاطات كتير داعمة، ومو بس بمجال المرأة، بمجالات ثانية. هيك نحكي ولو جزء من الشيء اللي عم تساوي. مؤسسة موج هي مؤسسة تنموية بتعالج قضايا مجتمعية لفئات عمرية مختلفة. مؤخرا عملنا مشاريع بتخص للحد من التزويج المبكر، هي حملة بلس 18 بعدنا صغار. عملنا حملة مشروع صوت وصورة وصدى اللي هو بعزز المسؤولية المجتمعية لدور الإعلام في تسليط الضوء على التحديات بتواجه المجتمع السوري عبر خطاب متوازن غير تمييزي. عملنا مشروع توازن، هو كان الهدف الأسمى له هو أهمية تمكين المرأة اقتصاديا، وهو هدف من أهداف حملة نجاة. ما بتتوازن بدونك. خلينا ننتقل لحملة نجاة، عارفين أكثر عن هاي الحملة، من المشاركين فيها، الأهداف العامة اللي حاطين لها. حملة نجاة انطلقت مثل ما حكيتي ب 25 تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة المرأة، العشرة كانون الأول اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حملة عالمية لمدة 16 يوم تحكي عن مناهضة، هدفها الأساسي هو مناهضة العنف ضد المرأة. نجاة حطينا الأفكار الأساسية اللي هي إنه كانت فكرتنا هو تسليط الضوء على جرائم القتل اللي عم تعاني منها المرأة، إضافة إلى أهمية تمكينها اقتصادياً لتواجه هذا العنف اللي عم تتعرض له. اخترنا اسم نجاة لأنه هي هدفنا الأساسي انه كيف نسلط الضوء على القضايا او المواد اللي بتخلي هاي المراه تنجو من العنف اللي عم تتعرض له. مين المشاركين كانوا ضمن الحمله؟ المشاركين هن ناشطين، ناشطات سوريين، سوريات يعني. سوريين. كان في جهات محدده توجهت الحمله؟ اكيد النساء بشكل عام والرجال والشباب ككل يعني. نعم. كثير نحن بنشوف حملات عم تكون من سنوات لمناهضة العنف ضد المرأة، في يمكن حملات عم بيكون لها أثر ولكن بعد فترة أو عم تختفي للأسف، وفي حملات عم يكون لها نتائج. أكيد أنتم كمان كان لكم من قبل نشاطات أو جهود ضمن هذا المجال، شو الجديد اللي حاولتوا تعملوا ضمن هاي المبادرة الجديدة؟ هلأ الصراحة هي حملة إعلامية على السوشيال ميديا فقط، حاولنا نسلط الضوء على المواد القانونية اللي بتدافع عن حق المرأة. جرائم تماماً بصوص. ممكن كتير نساء بتجهل هو أنه إلى حق محفوظ بالقانون، ممكن هي المواد اللي سلطنا عليها الضوء هو شيء يحتفظ بحقها، إضافة إلى شهادات عن نجاح لنساء واجهوا هذا العنف، ممكن تكون مثال لغيرها من النساء. إن شاء الله توصل من خلال السوشيال ميديا. طيب رجوة خلينا نحكي، يعني انتم كمؤسسة يعني عم تنظروا لموضوع المرأة المعنفة، قد ايه اليوم نسبة هذا التعنيف برأيكم كمؤسسة؟ صراحة كثير، يعني هو قضية مجتمعية قديمة كثير ولهلا بعدها سائدة، عم نحاول قدر المستطاع انه يعني هلا اي حدا عم يشوفنا عم يعني بدي اقول انه طب اليوم الانثى او المراه اخذت حقها بالحياه، ان كان بالعمل، ان كان بالتعليم، ان كان حتى باستلام المناصب ضمن الدوله يعني، فنحن كمان
حلو انه نسلط الضوء على الجانب الاخر يعني على الايجابيات صح؟ اكيد هذا الشيء. هلا احنا مش بس انه هي اخذت حقها، المراه ممكن تكون معنفه لفظيا نفسيا معنويا، ليس فقط انه حق من حقوقها. بس صراحه هي في كثير ايجابيات بس كمان سلبيات. طيب كونه في تعنيف نيرمين، اكيد في طريقه لحتى نحن نقدر نقول اليوم للمراه انت تصرفي على هذا الشكل في حال كنتي معنفه، ان كان لفظيا او بموضوع الضرب او الشتم. نحن هذا كان هدفنا الاساسي من هذه الحمله، مثل ما حكينا انه حكينا عن جانب اهميه التمكين الاقتصادي والاجتماعي ليعزز دور المراه بالمجتمع، حقها بالقانون محفوظ فينا تلجا لهذا الشيء وتستفاد من شهادات اخرى لنساء قبلها واجهوا هذه التحديات بطريقه منيحه. رجوة خلينا نحكي اكثر، ذكرتي انه هي الحمله هي على اعلاميه، شو الوسائل يلي عم تستخدموها؟ خلينا نحكي عن دور السوشيال ميديا وقديش انتم مركزين عليه بهي الحمله، وايضا بدي اسالك اليوم عن مشاركه اخصائيين قانونيين، ذكرتي لي انه هي توعيه بحقوقها قانونيا، كمان خلينا نحكي عن هي المشاركه اللي عم تكون والدعم اللي عم يقدموه لكم اياه. هلا الحمله هي على السوشيال ميديا اضافه الى موقع المؤسسه الرسمي. إلى شعار كان في شعار معين اخترتوا ليا أو سلوغن؟ نجات 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 ومنحقق الحياة. تمام تمام. مشاركة القانونيين كيف عم جمعنا مواد صراحة، يعني ما كان في متخصص، يعني كان جمعنا مواد قانونية من عمل الفريق جمعناهم وحاولنا نسلط الضوء عليهم. طيب أنتم كمؤسسة كيف شفتوا نتائج الحمل يوم على الأرض؟ يعني كيف عم تشوفوا ردود الافعال ان كان السوشيال ميديا او مواقع؟ صراحه الوضع على السوشيال ميديا يعني نحن بنقيس حسب تفاعل المشاركه، ردود اكيد يعني اكيد يعني ما بيخلى الامر من موافقه وعدم. ان شاء الله يعني هي ان شاء الله توصل، يعني بالاخير المراه كانت مسبقا هي كثير ما لها حقوق، كثير معنفه، كثير هلا شوي شوي بيمشي الحال ان شاء الله. يعني دائما نرمين بتلاقي انه بيقولوا انه الانثى مفروض تكفي تعليمها وتحصل على وظيفتها، انه هي ضمان لها بالحياه يعني. اكيد. فكثير مهم اليوم كمان حملات التوعيه كرمال تكفي دراستها، ممنوع الزواج المبكر، تلاقي فرصه عمل بحياتها، يعني تكون كفيله لها باي ظرف ممكن يصير معها، ان كان فشلت بزواجها، ان كان فشلت بحياتها العائليه، يكون في شيء بديل بحياتها ثانيه يعني. فقد ايه مهم اليوم نحن التوعيه للانثى نفسها، يعني مو بس انه نحن نعمل انه اليوم ضد التعنيف، توعيه انه انت اليوم مفروض تكوني انت بكل مجالات الحياة. أكيد هذا الموضوع حكينا نحن، كنا من فترة عم نعمل مشروع ما بتتوازن بدونك، كان هو هذا الهدف، كنا عم نسلط الضوء على أهمية الرياضة في المرأة لحتى تتنقل، ما بحاجة وسائل لو تصل إلى عملها لشغلها على الدراجة. كان على الدراجة تماما. غير أنه نحن سلطنا الضوء على، هو نحن لازم نسلط الضوء على العنف الموجه للمرأة، بنفس الوقت نحن كثير اتجهنا لكمان الوسائل اللي فيها المرأة بتكون مستقلة وتعزز دورها بالمجتمع. تمام. رجوة خلينا نقول رح نترك كلمة الختام لإلك، بأي رسالة حابة توجهيها لكل يلي عم يتابعونا؟ تفضل. بقول انه شكرا كثير لكم لاستضافتكم، نحن كانت الحملة صغيرة على السوشيال ميديا وان شاء الله من خلال هذه البرامج نوصل رسالتنا وان شاء الله تكون ان شاء الله يعني رسالتكم كثير مهمة والجهود يلي عم تقوموا فيها لو كانت صغيرة أو حتى كبيرة هي كثير مهمة. رشا أكيد الهدف في أكيد. تمام. في كثير سيدات اليوم لو حتى هنن ضمن سوق العمل واصلين لأعلى المراتب ولكن عم يتعرضوا لهذا العنف، العنف اللفظي أو حتى الجسدي، وللأسف بيسكتوا لكثير أسباب، فمن هون بتنطلق أو بتجي الأهمية الكبرى لحملتكم. بس يمكن نيرمين ما ضل هالنسبة إنه مرأة تكون واصلة و موظفة مخلصة جامعتها، انه عم تسمح بقى انه حدا يكون كثير في تجاوزات بحياتها يعني. هلا للاسف انا
نعرف ايه دائما نحن المجتمع كبير يعني. مجتمع كبير بظن والله يعني بعد النسبة لولا هيك ما كانت هاي الحملات موجودة مو بس بسوريا بكل العالم. بدنا نشكرك رجوى واكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشوف نتائج حلوة على الأرض. شكرا كثير ان شاء الله. شكرا لك يا رجوى.